عفوا. انا اقوله من الاول يعني يا شيخ. ايوه. السؤال الاول، اذا كان شخص يعني كان يشتمني ويسيبني فكنت بمد يدي عليه، فهل هل كده انا ظلمته؟ السؤال خلاص عفوا، يعني هو اذا شتمك لا تقتله ما دام لم يمد يده عليك. ممكن مش قتل يعني يا شيخ، يعني اعرض عن الجاهلين يا بني، اعرض عن الجاهلين اختصارا، لا ترد عليه. خلاص شكرا.